إذا حضرت صلاة المغرب مع الجماعة فهل أدخل معهم بنية صلاة العصر أم أصلي معهم المغرب؟ إذا حضرت وهم يصلون المغرب وأنت ما صليت العصر فأنت مخير، إن شئت تصلي العصر أولا ثم تدخل معهم فيما بقي من صلاة المغرب، وإن شئت أن تدخل معهم بنية المغرب فإذا سلم الإمام من الثالثة تقوم وتأتي بالرابعة وتسلم.